أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة عامة على الكتاب المقدس. هنكمل مع بعض كلامنا اللي ابتديناه عن رسالة الأنبياء اللي ليهم كتابات. أخذنا أنبياء القرن الثامن وأنبياء القرن السابع وأنبياء القرن السادس والنهارده هندخل على آخر أربع أنبياء مش كلهم من أنبياء القرن الخامس زي ما هنشوف دلوقتي. هنبتدي بالنبي اللي احنا متاكدين ان هو اخر الانبياء وانه بينتمي الى القرن الخامس اللي هو ملاخي. ملاخي قايم على فكره مواجهه الله لاهمال الكهنه واهمال الهيكل وبعض الخطايا الفرديه اللي وقع فيها الشعب. وبينتهي بآيات هي الأهم وأنا بعتقد لما بيقولوا لي يعني إيه وحي الكتاب المقدس أنا بقول لهم العبقرية اللي في كلمة ربنا بتبان في مشاهد زي المشهد الأخير أو الكلمات الأخيرة اللي موجودة في ملاخي اللي هنختم بيها كلامنا النهاردة فخلونا نشوف باقي الأنبياء وبعد كده نرجع لملاخي اللي كانت نبوته من يهوذا وإلى يهوذا إنه زي ما قلنا بعد الرجوع من السبي وبنتكلم هنا بصفة خاصة ثلاث أنبياء بس هم اللي تنبأوا بعد الرجوع من السبي مؤكد لينا اللي هم حجاي وزكريا وملاخي. ملاخي هنا زي ما بنقول رجع من السبي فصار واحد من ضمن الشعب اللي موجودين في أرض فلسطين وموجودين في يهوذا في الجنوب. فنبوته كلها كانت موجهة إلى هؤلاء يعني الى الشعب الساكن في الجنوب الى يهوذا هسيب ملاخي عشان عايز ارجع له عشان اهميه الايات الاخيره في نبوته لكن بعديها مين الانبياء الثانيين ثلاث انبياء باقي لينا من 16 نبي ثلاث انبياء يوئيل وعبيديا ويونان هنبتدي بالاسهل يعني ازاي نقدر نحطه في المكان المناسب يونان يونان غالبا ومش عايز أقطع، لكن يونان غالبًا بيرجع للقرن الثامن الميلادي. مين هم أنبياء القرن الثامن؟ عاموس وهوشع وميخا وإشعيا. مين أول واحد فيهم إحنا قلنا عنه؟ هو عاموس. تنبأ سنة كام؟ 760. طب لو يونان هو يونان التاريخي يونان هو يونان التاريخي اللي إحنا متأكدين منه اللي مذكور في ملوك الثاني 14 عدد 25 تاني يونان النبي اللي كتب هذه النبوة أو هذا السفر هو نفسه يونان التاريخي اللي مذكور في ملوك الثاني 14 عدد 25 يبقى بنتكلم عن نبي تنبأ سنة 780 يعني 20 سنة كمان قبل عموس وبالتالي يكون هو أول نبي ليه كتابة يعني ليه كتاب يبقى بيسبق عاموس في الحته دي طبعا بعض الشراح بعض المفسرين بعض علماء الكتاب بيحطوا يونان في اماكن تانية وبيفصلوا بين يونان اللي موجود في الكتاب وبين يونان اللي ليه كتاب لكن انا شخصيا اقرب ليا هو انه في القرن الثامن قبل الميلاد في القرن الثامن قبل الميلاد يونان تنبأ بحسب ما جاء في ملوك الثاني 14 وعدد 25 هو رد تخم اسرائيل من مدخل حماه الى بحر العربه حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن اميتاي. طب ما ده اسم يونان كاتب السفر. ده الاسم اللي مذكور في الاصحاح الاول عدد واحد. النبي الذي من جد حافر طب نبي اللي احنا نعرفه هو ايضا من جد حافر. انا مش عايز ادخلكم في متاهات لكن بعض الناس بيقولوا لا. يعني في ناس كانت في انبياء بيجوا بعد انبياء مشهورين زي النبي يونان وبي بي بيأخدوا اسمهم من النبي اللي قبليه. يعني ويبقى من جد حافر، يعني ناس تاثرت بناس. حاجه زي شاول العهد الجديد اللي تاثر أو أسرته تأثرت بشاو العهد القديم لأن الاتنين من سبط بنيامين. لكن زي ما بقول لكم أنا أقرب لو عايز أخد يونان من المكان ده أحطه قبل عاموس وبالتالي هو من أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد. طبعًا رسالة يونان رسالة بتظهر محبة الله للبشر وللخليقة بشكل غير مسبوق وغير ملحوق. يعني الطريقة اللي كتبت بيها نهاية هذا السفر كلام الله اللي مليان بالعتاب ومليان باللوم للنبي يونان يخلينا دايما نشوف ربنا في محبته طبعا أولا بطريقة لم تذكر في أي مكان تاني في العهد القديم يعني لم نجد هذا الأمر يقول إيه يونان في نهاية الرسالة قال الرب دي اخر كلمات قال رب انت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها نبات يعني صغير بينبت كده وبيعمل ظل التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت يعني ما استمرتش ما فيش عشره معاك ما تعبتش فيها ما قضيتش معاها وقت النبته دي افلا اشفق انا رب بيقول على نوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من إثنى عشرة ربوة الربوة آلاف، آه فدول اتناشر من عشرة آلاف ربوة مية وعشرين ألف من الناس الذين لا يعرفون يمينهم شم ده دليل يقيني عندي إن الله كان بيتعامل مع كل الأمم أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة نينوى دي مش أورشليم نينوى دي مش من شعبك نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من عشرة ربوة إثنى عشر ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة يعني شفقة محبة يعني وبيختم يعني دي آخر كلمات في هذه الرسالة وبتبين محبة الله للشعوب ورفض النبي شوفوا التعصب شوف التعصب ده لدرجه انه طلب لنفسه الموت لما لقى المدينه بتتوب والمدينه بترجع امال انت نبي ازاي؟ انت صوت ربنا ازاي؟ مش حاسس بمحبه هو ده بيقول العكس بقى يونان بيقول انا رفضت من البدايه ان انا اروح المكان ده عشان انا عارفك يعني شفوق ورحيم وكثير الرافه وان انت هترجع في كلامك ومش هتدمر المدينه ومش هتفني اهلها لكن دي محبه الله اللي موجوده في يونان ثم الشخصيه اللي بعد كده شخصيه عبيديا وعبيديا انا برتاح ان انا احطه في انبياء القرن السابع يبقى انبياء القرن الثامن بقوا خمسه انبياء القرن طبعا قرن اللي كان القرن قبل الميلاد وانبياء القرن السابع قبل الميلاد هم خمسه ايضا بانضمام عبيديا عبيديا غالبا لاما كان مرافق او معاصر لإرمية لإما كان سابق له أو لاحق لكن كان في المنطقة دي في المسافة دي كتير من الكلمات كتير بعض الآيات ما عبيديا ده صح واحد لكن بعض الآيات واخدها هو من إرمية أو إرمية متأثر بها ايه هو قصة عبيديا عبيديا نبي دينونة عدم المحبة الأخوية مش عارف التعبير ده واضح ولا لأ زي ما قلنا عن عموس ان هو نبي العداله الاجتماعيه عبيديا هو نبي جاء ليدين طبعا الله من خلاله يدين عدم المحبه الاخويه مين هو عبيديا ده؟ آه سوري ايه رساله عبيديا؟ رساله عبيديا هي الرساله الوحيده في كل الانبياء دول الموجهه الى ادوم احنا شفنا رسائل موجهه الى اشور الى بابل لكن هذه الرساله موجهه الى شعب ادوم شفتوا بقى الشعوب؟ احنا سبنا نينوى سبنا اشور ودخلنا على ادوم مش من شعب الله. اه هم من امة عيسو كل حاجة لكن مش الشعب الجماعة المختارة الأولى. فهي وهو بيقول الدمار اللي حل بأورشليم واللي انتوا شمتوا فيه واللي انتوا كان ليكم دور فيه سيحل بأدوم. هم تامروا على يهوذا هم تامروا على يهوذا دينونه عدم اللي هو مين عيسو ده؟ اللي هو ادوم مين هو عيسو؟ هو اخو يعوب ومين هو يعوب؟ هو اسرائيل وفي النهايه هذه الصله صله الدم دي القرابه دي لم تشفع وبالتالي كان في الشماته دي وبالتالي كان في الرساله دي رساله دينونه عدم المحبه الاخويه اخر شخصيه هتبقى معانا هي يوئيل ويقيل هو اللي حير كل المفسرين عشان موضوع الجراد ايه المقصود بالجراد؟ هو جراد فعلي؟ يعني في نجبه جراد حصلت واكلت الزرع وكان في دمار وكان في جفاف وكان كان في مجاعه ولا الجراد يعني حاجه بيوصف بيها غزو؟ هم دول المدرستين الكبار واني غزو؟ البابلي ولا الاشوري؟ وبالتالي احنا مش متاكدين يقيل يتحط في أني قرن أنا عندي هنا مجموعة أبحاث يقولي اتحط في القرن التاسع حتى قبل الميلاد مش الثامن يعني قبل الكل وبعضهم حطوه في الثامن وبعضهم في السابع والسادس والخامس يعني كل القرون تقريبا يعني في بعضهم حاطين بعض ملاخي كمان بعض الأبحاث طبعا أنا شخصيا أنا يهمني الرسالة في الأمر ده طالما التاريخ مش واضح أنا قبل كده قلت لكم تاريخ مهم تاريخ مهم لكن لو التاريخ مش واضح يبقى الرسالة هنا المضمون هنا هينفع في كل في كل زمان وكل مكان هتبقى واضحه الرساله دي دعوه للتوبه اكتر رساله واضحه في دعوه للتوبه من كل الرسائل اللي موجوده في الانبياء يعني نبوات ال16 نبي الكلام اللي بيقوله لنا هنا ربنا عايزنا نتوب ورفض التوبه لا يعني الا الدينونه لا تنتظر في رفضك للتوبه اي رد تاني طالما طيب انت رفضت التوبه يبقى مفيش لن تحل عليك الا الدينونه بحسب كلمه يوئيل هنا لو في وقت انا نفسي اوريكم على الخريطه هنا بقى موضوع الامم لان في ظلم بين على اله العهد القديم كانه اله خاص بشعبه بس وكانه لم يعلن نفسه ولم يعلن محبته لم يرسل رسالته لامم اخرى العكس صحيح تماما عشان كده بنكتشف ايه الامم مثلا احنا لما نقرا الامم مثلا في ارميا في إرمية من اصحاح 46 الى 51 يعني احنا معانا ست اصحاحات هي تقريبا يعني في ارميا دائما الكلام الاخير هو كلام كمان اللي بيفضل او بي او بنفتكره مفيش بعد كده غير إرمية 52 فاخر تقريبا اصحاحات كلها مرتبطه بامم غير أمة إسرائيل أو أمة يهوذا فهنا مثلا في إرمية بيتكلم عن كلمات لله لمصر وكلمات لله لفلسطين أنا بتكلم هنا على الأماكن يعني دي مصر ودي فلسطين كلمات الله لشعب مؤاب هنا كلمات الله لشعب عمون هنا كلمات الله لأدوم هنا كلمات الله لدمشق اللي هي أرام هنا كلمات الله إلى علام كلمات الله إلى بابل آسف هنا بابل وهنا علام علام تحت مادي فأنا عندي بابل وعندي علام وعندي أرام وعندي عمون وعندي مؤاب وعندي أدوم وعندي فلسطين وعندي مصر كل الأمم دي كل شعب ليه رسالة خاصة بيه رسالة خاصة بظروفه التاريخيه يعني رساله يعني مش رساله يعني يعني رساله واحده لكل لا هي رساله مختلفه بحسب كل شعب نفس الكلام مثلا في حزقيال حزقيال من 25 ل 32 من اصحاح 25 ل 32 مقفولين للامم فبنتكلم هنا عن ثمان اصحاحات قبل كده اتكلمنا عن ست اصحاحات في ارميه ثمان اصحاحات فقط للامم كلام ربنا للامم بردك بيكلم انا بقى هعمل اكس عشان يبان ان الرساله في رساله تانية رايحه لعمون ولمؤاب ولي أدوم بالترتيب لفلسطين لمصر ونحط عليهم سور وصيدا هنا سور وصيدا اللي هم مناطق فينيقيه او سوريا او لبنان كل المناطق اللي في الشمال فلسطين دي اشعيا بقى اشعيا مش ستة ولا ولا ثمانية اتناشر اصحاح مرتبطين بالامم مرتبطين بالامم بعض هذه الاصحاحات بالبركة مش بالدينونة بالبركة ربنا بيتعامل مع شعبه بالشكل ده فهنا اه اشعيا بقى واخد ايه واخد اشور وواخد بابل شايفين دي امم جديدة بالنسبة لحزقيال وارمية واخد فلسطين يبقى فلسطين ياخد مرتين طبعا بردك عمون ومؤاب وادوم دول متكررين في كل مرة وسور بردك هنا وشبه الجزيرة العربية دي حاجة جديدة شبه الجزيرة العربية تحت وكوش اللي هي جنوب مصر بردك مش مذكورة في قبل في مكان تاني وارام اللي هي دمشق رساله الله رساله الانبياء لم تكن حكرا على شعب واحد بكل تاكيد عندي يعني انا مش عايز ابرر مش عايز انفي بكل تاكيد العهد القديم من الاساس هو لامه او لشعب الله اختاره بس اختاره عشان يكونوا شهود انتم شهود يقول الرب هنا بيتكلم عن شهود في العهد القديم مش بس تلاميذه في العهد الجديد لكن هنا بيتكلم عن شهود الشهود دول احتكروا الله لنفسهم يعني اعتبروا الله هو خاص بهم ورفضوا يخرجوا بالرسالة للأمم فالله بيرسل أنبياءه برسالة عشان تجدد ذهن هذا الشعب أنا مش حكر لشعب أنا مفيش حد يقدر يحبسني في مكان ولا حتى في هيكل أنا للكل أنا خالق الجميع انا محب للجميع وعشان كده لازم نفهم يعني من خلال هذه طبعا احنا اتكلمنا مثلا عن رساله يونان كلها هذا النبي يعني موجود فقط عشان يبعث رساله نينوى هذا النبي لم يتكلم الى يهوذا واسرائيل يعني لو اعتبرنا حزقيا وارميا واشعيا كانت جزء من رسالتهم للامم لكن هذا النبي يونان لم يرسل الا الى اشور ذهب الى هناك زي نحوم رساله نحوم قائمة على أشور. كيف بعد كل هذا نقول أن الرب كان عنده شعب وما كانش بيكلم غير الشعب ده في هذا العالم؟ يعني يعني منتهى عدم الإنصاف لقراءة صحيحة وعادلة للنص الكتابي. محتاجين نقرب من النص الكتابي أكتر وعشان نعرف ربنا عايز يقول لنا إيه. هختم زي ما وعدتكم بآخر كلمات العهد القديم على الإطلاق آخر كلمات آخر نبي فبيقول إيه ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم المخوف فيرد قلب الأباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن مين هو إليه؟ بحسب الاناجيل الثلاثة مين هو ايليا بحسب تعريف المسيح بحسب كلمات المسيح بحسب تفسير المسيح للايه خمسه من الاصحاح الرابع من ملاخي هو يوحنا المعمدان ومن هو الاتي بهذا اليوم العظيم المخوف هو شخص المسيح وبالتالي كل العهد القديم لغايه اخر ايه كان هدفه في النهايه انه يشاور انه يشاور ان نخلينا نشوف ونعرف شخص المسيح بولس الرسول لخص القضية دي كلها لخص القضية كلها عشان نفهم العهد القديم صح قال لنا ان, أن الناموس الناموس كان مؤدبنا الى المسيح وانا بختم وانا بفسر الجزء ده مين هو المؤدب المؤدب كان اكبر واحكم عبد في الاسرة الغنية كانوا بيقولوا له خد ابننا وهو عنده خمس سنين والسن منك وهو عنده 12 سنه تعمل ايه من خمسه الى 12 سنه مع ابننا ده الصغير انت اللي بتروح معاه المدرسه وبترجع معاه من المدرسه انت اللي بتشرف على تعليمه انت اللي بتخليه يعرف ياكل صح انت اللي بتقوله يتعامل مع الكبار ازاي والصغار ازاي والناس اللي اقرانه او الناس اللي في سنه قد ايه ازاي يادي التحيه انت بتثقفه انت بتعلمه انت اللي بتحضره انسان كامل للمجتمع يقدر يواجه المجتمع هذا هي هذا هو دور المؤدب في ايام المسيح وفي ايام بولس فبولس بيوصف الناموس والعهد القديم باعتبار كل دوره مؤدب الحضاره دي مؤدب البشريه دي الى المسيح اوعى تنسى واحنا بنختم الجزء ده الخاص بالانبياء اوعى تنسى ان الانبياء ليهم كتابات او ملهمش كتابات كل العهد القديم بيشاور لنقطة ابعد منه كما جاء اخر الانبياء وهو يوحنا المعمدان وقال لست انا النور الحقيقي مش انا النور النور الحقيقي اتي الى العالم وانا جاي وهشاور على النور الحقيقي كلمة الله عهد قديم وعهد جديد مركزها قلبها هو المسيح وبالتالي كرازتنا وتبشيرنا وإيماننا اللي عايزين ننقله للعالم هو شخص المسيح المخلص والفادي الوحيد والى اللقاء في حلقات قادمه